ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامج نص كلمة. طبعا معانا المهندس سامي فتحي صاحب شركة الفتح للمواد العازلة اللي هيكلمنا النهاردة. طبعا الأمطار جاي علينا والشتاء داخل علينا فمحتاجين بقى نأمن نفسنا. طبعا فأهلا بيك يا مهندس. أهلا سامي. أهلا بيك يا مهندس نورتنا. أهلا سامي. كنا عايزين نعرف إيه هي الأنواع المواد العازلة. طيب مبدئيا كده هي العزل ده يعني مادة بتبدأ مع المنشأة من أول ما نبدأ نشتغل نفحر وخلاص هنبدأ نشتغل خرسانات بيبدأ شغل العزل ده. تمام. فهو مجال واسع جدا وعليه بتشتغل شركات كبيرة جدا بتشتغل، يعني هو أهم بند في مواد البناء اللي الشركات بتشتغل على موضوع تطويره مجال العوازل. طبعا طبعا. فهو العزل بيبدأ معانا من بداية المنشأة، يعني في موضوع إضافة خرسانات وبنبدأ نعزل في الأرضية من تحت اللي هي الأساسات واللبشة، يعني أنت بتبدأ من تحت لفوق. من تحت لفوق وفيها كميات عزل يعني كبيرة جدا طبعا. من ضمنها يعني مفيش تقريبا دور من الأدوار إلا لازم يكون فيه جزء من العوازل أو الإضافات، إضافات الخرسانات وحاجات تانية بنضيفها اللي هي موضوع الوتر ستوب فالعزل ده مجال كبير جدا. طب ثواني، يعني دلوقتي عمارة بتتبني كل دور بيتعزل عن التاني؟ المفروض ان هو كل دور في العمار بالذات، يعني هو شغل العمار عامة والمنشآت اللي هي الصغيرة ده بيبقى له توصيف صغير، يعني ايه على حسب امكانيات المالك او كده. فيعني لو احنا هنقول بأبسط الامور كل دور هيكون فيه عزل الحمامات والمطابخ في الادوار العاديه اللي هو في الشقق، يعني اللي هو اقل حاجه الحمامات والمطابخ عشان طبعا فيها ميه باستمرار. ده لازم اساس يتعزل، والسطح سطح البيت والاساسات، الاساسات دي برضو يعني حاجه اساسيه جدا ان لازم الاساس يتعزل، وكمان الدور اللي هو قبل الشقه الدور الارضي ده بالكامل بيتعزل، المكرونه بيتعزل بالكامل عزل برضو. طبعا. ده بالنسبه للعمال. طب انما المنشآت الكبيره طبعا دي فيها جزء عزل كبير جدا، ده لو حابين حضرتك تتكلم فيه ده. طبعا اتكلم طبعا اتكلم اتكلم. طب يعني مثلا زي فيلا مصنع، هو بيبقى فيه فرق بين يعني عزل المصنع وعزل الفيلا مثلا. فالفيلا اللي هو نفس الموضوع، عزل عندنا عزل الفيلا هيبقى للاسطح وممكن الادوار على حسب حاجة المالك برضو ليها، يعني ممكن يدهن طبقات في الادوار عامة، يدهن طبقات اللي هي البرايمرية حاجات بوتيمينات كده تدهن في الأرض. بتعمل ايه بقى؟ دي هتعمل هي منع اولا للبكتيريا والفطريات وقصة ان ممكن ده كمان في عزل كمان للصراصير والحاجات دي؟ هو عامة البرايمرات دي تحوش قصة النمل والحاجات اللي بتبقى تحت السيراميك في البلاط اللي هو تحت السيراميك. ده طبعا جنب عزل الحمام والمطبخ اللي احنا زي ما اتفقنا ان هو اساسي جدا او لازم يتعزل العزل، يعني انت عارفه عندنا في مصر مثلا السباك يقول للملك لا ملوش لازمه العزل ومش مفيش القصه دي. العزل ده مهم جدا مهم، يعني مهم جدا وبالذات في الحمامات والمطابخ، يعني لو واحد قاعد في شقه ممكن فاكر ان الميه بتضر الجار اللي تحته، مع ان هو برضه حتى لو هيضر الجار المفروض هيعزل يعني، بس يعني لا طبعا هو يعني غير ان الميه هتنزل تحت هي برضه بتبهدل الشقه في الاوض اللي جنبها جنب الريسبشن مثلا، كل ده حاجات لازم يعني يكون فيها عزل. تمام. طيب في خامات مختلفه بنستخدمها ولا الخامات كلها واحده؟ لا حاجات مختلفه كتيره، يعني زي مثلا ممكن تقول لنا مثلا اشهرها مثلا اللي هي عوازل الممبرين دي عباره عن لفات معدل، هو كان زمان كان الاول كان في حاجات اللي هي البوتيمينات اللي هي الخيش والبوتومين والحاجات دي علن. دي كانت الناس بتشتغل بيها. أيوة. وهو ده اللي كان موجود والسائد ان الناس بتشتغل بالبوتومين اللي هو البوتومين الساخن ده والخيش المقطرن لكن طبعا مع احنا زي ما قلت لحضرتك ان مجال المواد البناء ده بيتطور جدا طبعا. والشركات اللي هي الكيماويات بالذات شغاله على المجال ده اللي هو تطوير مجال العوازل ده بالذات. فاللي انت عارفه زمان كان القصه دي ان لما بيحصل كان اولا البوتومين ده خطر جدا، كان بيبقى فيه نسبة إصابات كبيرة جدا في موضوع اللي هو الخيش المقطرن والبوتمين السخن، فكانت ممكن الصنايعي ينصاب فيها. الحاجة التانية هي أصلا مادة عضوية، يعني مع مرور الوقت
الماده العزل اللي هو الخشن المقطرن ده بيتاكل بيدوب مكانه ما يبقاش اصلا عمره مش طويل طبيعي. لذلك هم استبدلوه او طوروه، استبدلوه باللي هو اللفات اللي زي ما قلت لحضرتك. يعني انا كنت بعت فيديوهات اللي هو لو الفيديوهات جاهزه يا جماعه معانا يا ريت نعرضها. اللفات دي عمرها اولا هي ماده بلاستيكيه، هي اصلا بوتومين معدل بس مضاف عليها المواد الثانيه اللي هي البلوستر وحاجات زي كده. ده جزء يعني دي خامات، دي خامات من الخامات، وده يمكن اشهر حاجه في ال، بس ده له يعني عيوب بسيطه جدا او يعني حاجه لو ان الناس تاخد بالها منها يعني ممكن تتغاضاها، اللي هي شغل الصنايعي اللي هو ما عندوش الخبره الكافيه بالتركيب وطريقه التركيب للعزل ده، فتلاقيه بيركب اللي هو احنا عندنا حاجه بنسميها لحام كلي ولحام جزئي، فهو ممكن الصنايعي طبعا عشان يستسهل الموضوع بيركب العزل ده عشان يسترخص. لا هو مش بس هو كمان اوقات بيكون من العميل اوقات يعني هو اللي بيختار عايز اقل سعر وعايز اقل حجم، مع ان العزل ده بالذات يعني ما فيهوش حاجه اسمها اقل سعر. تمام. العزل عندنا يعني وفي حاجات اقل من 3 مللي، في حاجه بنقول عليها 2 مللي 3 كيلو، كل ده حاجات في العزل، انما اقل من 3 مللي ممنوع يتعزل بيها سطح او حمامات مثلا، لانها هتكون ضعيفه جدا فمفيش حاجه اصلا في العزل المفروض الحاجات اللي هي الاقل من 3 مللي يعزل بها العزل الراسي داير بدروم في الحاجات كده. برضو بنشوف دلوقتي في المعمار الجديد الحمام السباحه فوق وفي ادوار في النص، في ظل كورونا الناس كلها استغلت الموضوع ده وعملت السطح حمام سباحه. موجود في الفنادق وكل حاجه بيعمل، لا بس انا بكلم في عماره في بيت يعني، وفي عماره يقدر يعمل، وفي ابراج كتير بنشوف حاجات زي كده بتتعمل، ابراج كبير يعمل ما عندوش اي مشكله، بس لو هو ما عندوش مهندس شاري كويس ويوصف له الموضوع مظبوط قبل ما يشتغل ويعمل اي حاجه يسال ازاي يعمل حمام سباحه، لان حمام السباحه ده بالذات ده له يعني مجال تاني خالص، ده طول الوقت فيه مويه يعني. قبل اي حركه تتعمل فيه في لازم يكون فيه شغل من اول تظبط الارضيه، فيها اضافات وحاجات بتضاف مع الخرسانه نفسها. طبعا الاضافات دي حاجات بتقوي الخرسانه وبتطول عمرها جدا، يعني حاجات مهمه جدا. بعد ما بيصب بين الحيطان في حاجات احنا بنركبها اسمها ووتر ستوب، ده بيركب في حمام السباحه. بعد ما يصب في حاجات بتصب اللي هي مواد منع النفاذيه، طبعا انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما ابقاش دعايه لشركات ثانيه، لان انا ما بصنعش الحاجات دي، انا مورد للشركات اللي بتشتغل في كده، موزع ليهم، موزع معتمد للشركات دي، فطبعا مش هينفع اذكر اسماء، انما فيه لازم يضيف اللي هي مواد منع النفاذيه. بعد ما يخلص القصه دي بتبدا بدايه العزل بقى، يعني نبدا بعد كده بعد ما يخلص صبه بالاضافات ويحط الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، يعني نبدا بعد كده خلاص بدايه معنا العزل. على الشاشه الفيديو ده ايه ده بقى؟ هي دي عزل ارضيه، دي الارض، دي الارض زي ما بقول لحضرتك اللي هو بيبدا. شوف يعني احنا دي الصبه العاديه، يعني دي الصبه العاديه في الخرسانات، فهو شوفي هنا احنا بنبدا يعني نعزل من اول بدايه المنشاه. أيوة. يبدا نعزل الحاجات دي اللي هي لفات الممبرين اللي بقول لحضرتك عليها. بعد كده خلاص يعني يبدا بعدين يصب الخرسانه المسلحه بعدين، ونبدا مراحل ثانيه اللي هي العزل بقى الواحده اللي هو المطبخ والحمام لحد ما نوصل للاخر خلص. لسه فيها مراحل قبل في المطبخ والحمام، بس هو يعني هو في عزل الاشعه برضو يا باشمهندس، برضو بيبقى في ناس بتعمل عزل عشان اشعه الشمس لاخر دور ده موجود، ده اللي هو عوازل الحراره. ده عزل الحراره، يعني لو حابه اكمل لحضرتك قصه العوازل الاسمنتيه دي، لان دي يعني زي ما قلت لحضرتك احنا قلنا العزل ده فيه اللي هم اشهر حاجتين فيهم يعني، واللي الناس كلها بتستخدمها عامه وبالذات الناس الاهالي وكده، اللي هو اللفات اللي هي جت لحضرتك اللي هي الممبرين، الحاجات اللي بتركب زي ما قلت لحضرتك بتركب تسخين دي تسخين كلي اللي هو لازم الشغل دي برضو في الارض. لا ده مصنع، ده سطح مصنع. هو المساحه دي بتبقى بتختلف بقى كل حاجه عن حاجه. طبعا بتختلف، يعني في ده سطح مصنع وبنعمله عزل وشين، الوش الاولاني بيركب زي ما حضرتك شايفاه كده، في وش تاني بيبقى عليه حاجه اسمها حبيبات المينرال، دي ماده هي عازله للميه وفي نفس الوقت بتستحمل العوامل الجويه اللي هي الشمس والرطوبه، يعني ما بيغطيش عليها باي حاجه تاني بلاط وحاجات زي كده. طبعا العوازل بتاعه السطح لازم يغطي عليها ببلاط ويغطي عليها يعني يبلط ويعمل اسمنت وحاجات تتغطى يعني.
انما في جزء حاجات زي كده شغل شركه الفتح. ده شغلنا طبعا، ده الشغل بتاع حضرتك. كل ده شغلنا الحمد لله. تمام. والفيديو برضو اللي قبله كان شركه الفتح. كل حضرتك ده شغلنا احنا. عايزين نعرف من حضرتك برضو الخرسانه اللي هي الصبه، هي بتبقى عازله للميه ولا بتتسرب الميه؟ الخرسانه لوحدها مش هتعزل الميه، يعني صبه الخرسانه دي ما بتعزلش ميه، دي هي صبه عاديه خالص. اي صبه حتى لو اضاف اليها اضافات زي ما قلت لحضرتك منع نفاذيه الميه وكده، كل دي حاجات يعني ايه تعتبر بدايه للعزل، انما مش هي العزل. زي ما قلت لحضرتك يعني حمام السباحه انا لازم يتصب الخرسانه ويتضاف معاه الاضافات اللي هي تساعد على موضوع عزل الميه، بس ما بتعزلش الميه. بعد كده بيبدا نعمل هو العزل الاسمنتي بقى، ده دهان عباره عن، مش الاسمنتي دوت اللي هو ممكن لا يعمل ميه. لا لا لا، دي حاجه ودي حاجه، دي يعني حاجه تاني خالص. طيب. لا العزل الاسمنتي ده شركات الكيماويات بتنتجه، عباره عن مجموعه كده شكاره وجيركن بيتضافوا على بعض ويدهن على الخرسانه عشان يعزل الميه. وهو ده الشغل اللي بيشتغل في حمامات السباحه وخزانات الميه وغرف التفتيش للعمارات، ويعني اماكن كتير واساسات البيوت برضو بيشتغل فيها العزل الاسمنتي ده. العزل الاسمنتي طبيعي حتى معانا برضو يعني فيديو ده وسط جبل. لا هو ده ارضيه مصنع برضو بدايه عزل، يعني ده بدايه عزل. بس دوت يعني مختلف عن التاني عشان في وسطه جبال والكلام ده كله، مختلف ولا؟ ايوه طبعا مختلف. مختلف ممكن تاني. بيحط حاجات اكتر ولا كيميائيات مختلفة؟ لا هو العزل، هو حضرتك العزل بس اللي هي اللفات زي ما بقول لحضرتك، يعني وده الاساسي بيكون في الشغل اللي في الارضيات عامة. ايوه طيب. فاحنا زي ما بقول لحضرتك بقى عندنا العزل الاسمنتي ده مجاله، يعني ده تقريبا هو اهم مجال حاليا. اكيد طبعا، لانه المعمار كله قايم عليه يعتبر. هو يعني ده يعتبر احنا عندنا العزل الاسمنتي ده يعتبر حاليا هو الفترة الجاية هو اهم مجال. زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للممبرين هو مطلوب جدا وشغال والناس يعني تشتغل بيه، بس هو زي يعني فيه نقطه ضعف، لو الصنايعي يتجنب انه يعزل تسخين جزئي للحامات بس ويسيب باقي اللفه فراغ من النص، ده بيعمل مشكله. يعني لو فيه مطر نزل مثلا وفيه خرم في حته ده ميه، هو الميه بتمشي مع الخرسانه بتنزل من اضعف مكان فيها، بتبقى صعبه جدا الواحد يحددها هي طبعا دي بتدمرها ولا ما بتدم، يعني بتبقى عادي ولا بتدمر الخرسانه نفسها اللي هي معموله للعزل؟ لا هي لو دخلت جوه والكلام، لا هي الخرسانه اللي بتبقى يعني بيجي لها الميه وبتاع دي، هو القصه بيحصل ايه؟ هو عامه لو يعني مثلا الميه نزلت من سطح معزول مثلا على السقف تحت، لو ان السقف ده معمول وناس ساكنه ومشطب تشطيب عامل جبس وهو خلاص هو بهدل له هو مع الوقت خلاص مع الوقت الشغل ده هيقع اصلا والاسمنت والحاجات دي هتقع، كل ده بهدل من الميه. الحاجه الثانيه يعني هو لازم يحافظ عليه. طبعا لازم يحافظ عليه، حتى لو ما فيش حد ساكن وهو كده لازم نحافظ على الخرسانه دي بقى، عشان خاطر اللي هي القصه اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي العوامل الجويه، الحديد مع مرور الوقت الميه وبيجي له فراغ كده، الفراغات اللي هي بتدخل هواء دي مع وجود الميه معاه مع طول الوقت بتلاقيها تعمل عمليه صدى الحديد وبتاع، يبدا الحديد عمره نفسه يقل. طب الاسعار يعني متفاوته ولا الاسعار طبعا هي الاسعار متفاوته جدا في يعني دي بتحددها نوع الشغل، لان احنا عامه في الشغل اللي هو الشركات والحاجات اللي زي كده بنشتغل على التوصيف الاستشاري، يعني على حسب التوصيف اللي جاي او التوصيف الموجود في المشروع. ففي حد بيشتغل بتطبيق عزل ممكن يكون عالي شويه، في حد يشتغل بتطبيق يعني اقل شويه، في حد بيشتغل بتطبيق معين، يعني على حسب الامكانيه. على حسب امكانيه. اما الاهالي فغالبا يعني هو الموضوع بيبقى كله قريب من بعضه. بالنسبه لعزل الاسطح والعمارات والفلل والحاجات اللي زي كده، هو غالبا بيكون كله موضوع اللي هي المبرين ده، لفات العزل، وبيبقى كده القصه كلها بتبقى يعني قريب من بعضها، بس ما يقل زي ما بقول لحضرتك عن يعني انا مثلا دايما اوصف اقول هو غالبا تكلفه العزل يعني ممكن يصرف حوالي 80 جنيه للمتر. كويس. طب عايزين بقى وصلنا في اخر الحلقه، عايزين بقى خصم لينا برنامج نص كلمه للمشاهدين بتاعنا. ده ما فيش مشكله ان شاء الله فيه، انا بس بقول لحضرتك بشكل عام يعني هو ممكن يصرف قد ايه، انما ممكن مثلا حد يقول انا ممكن اعمل بعزل مثلا ب 50 جنيه، هنقول له هتشتغل بايه مثلا، لان ممكن يشتغل بحاجه اقل بتاع، فبيبقى القصه عندنا لا احنا عايزين ايه، اعمل حاجه بس اعملها صح، اعملها صح مره واحده واعمل شغلك مظبوط مره واحده وخلاص، حتى تعرف العميل
الوضع انت تشتغل بايه والدنيا ماشيه ازاي معاك بالظبط. مظبوط، هي يعني مره واحده شغله وخلاص بدل ما نعمله كذا مره. شكرا لحضرتك، نورتنا النهارده. وشكرا يا ياسمين، شكرا ياسمين النهارده في برنامج كمان لسه مكملين ان شاء الله. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، واستنونا الخميس الجاي في نص كلمه.